تعليم بيجالو والسادة مدراء المكاتب بديوان التعليم ومدراء المدارس، بالإضافة إلى عميد بلدية جالو المكلف ومسؤول إدارة الخدمات المالية. عقد بمدرسة عبد الله بن مسعود بجالو الاجتماع التحضيري للعام الدراسي القادم 2016-2017 ميلادي. بعض الوطنيين خاصة النساء، الناس كبار يعني. طبعاً نجتمع اليوم بالسيد مسؤول قطاع التربية والتعليم والسيد عميد بلدية جالو والسيد مراقب الخدمات المالية والسادة مدراء المدارس التعليم الأساسي والثانوي، وذلك في إطار وضع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد. ومن خلال هذا الاجتماع تم الوقوف على تحديد العجز الذي قد يواجه العملية التعليمية أو يواجهنا في خلال هذا العام الدراسي، ودراسة احتياجات المدارس من عقود النظافة وعقود سد العجز ومواد التنظيف والقرطاسية. الاجتماع ناقش فيه السادة الحضور أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه العملية التعليمية خلال العام المقبل، وتطرقوا إلى سبل توحيد تقديم الدعم وتوفير النواقص التي تعاني منها بعض المدارس. تمت مناقشة عدة أمور في هذا الاجتماع، وتم الاتفاق مع مراقب خدمات المالية جالو، ونشكره على حضوره لهذا الاجتماع، ومسؤول مكتب التعليم جالو والمجلس البلدي جالو بتذليل هذه الصعاب أمام المدارس وأمام المعلم للبدء في العام الدراسي، لأن العملية التعليمية هي الأساس لكل بشر في هذه البلدية. كما جرى الحديث حول الاستعداد والتأكيد على انطلاق العام الدراسي بالموعد المحدد من قبل وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة بتاريخ 24/10/2016. هذا وسيعقد خلال الأيام القادمة اجتماعا آخر لمتابعة النقاط التي جرى الاتفاق عليها ومتابعتها وتنفيذها.